أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية الدولية، ونبدأ بالعناوين. المدى جاء فيها مركز حكومي واحد لمعالجة 200,000 طفل مصاب بالتوحد. جاء في وكالة يقينت تحركات مسلحة وتهديدات تنفذها ميليشيات حزب العمال في سنجار. نقرأ في ألترا عراق زيباري يخاطب الإطار التنسيقي: جربوا أن تشكلوا الحكومة ولنرى. ونطالع في الشرق الأوسط، روسيا بوتين وزيلينسكي يمكنهما بحث وثائق مسودة اتفاقية سلام. نطالع في العربي الجديد: العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972. أما ما جاء في الغارديان: تنسيق بريطاني أمريكي في حرب المعلومات ضد بوتين. ونتصفح في وكالة بلومبرغ: لا ينبغي أن تمر معاداة الديمقراطية في تونس بلا حساب. من جديد أهلا بكم. نبدأ من مقال للكاتب حسين صالح السبعاوي نشره موقع رسام للدراسات حول الانسداد السياسي في العراق، حيث يقول: لم يكن الانسداد السياسي في العراق وليد اللحظة كما يعتقد البعض، بل إن الانسداد السياسي بدأ منذ الاحتلال الأمريكي والإيراني للعراق منذ عام 2003 وتأسيس العملية السياسية التي بنيت على أسس طائفية مقيتة ومحاصصة حزبية يقودها مجموعة من الفاسدين والقتلة والسراق، أبعدت كل الكفاءات الوطنية وقدمت مجموعة من اللصوص ليتولوا قيادة العراق، خدمة طبعا لصالح المحتل ومصالحهم الحزبية البحتة والشخصية على حساب المصلحة الوطنية. عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، جاءت بمشروع تفكيك الدولة العراقية من خلال تقسيم المجتمع إلى مكونات عرقية ومذهبية، وهي من حددت نسبة كل مكون في العراق، فرفعت الطائفة وجعلتها هي الأغلبية، وقسمت الآخرين بحسب ما يقتضيه مشروعها، ثم جاءت بسقط المتاع لكل طائفة ومكون، ومنحت هؤلاء حكم العراق رغما على أنف الشعب. وكان هؤلاء متعطشون للحكم بطريقة شرهة، وبنفس الوقت يحملون من الحقد على الشعب، بحيث أبعدت عن إدارة الدولة كل الكفاءات المهنية والوطنية، وانفردوا في الحكم واعتمدوا على الإقصاء والتهميش بحجة التبعية للنظام السابق أو بسبب خلاف مذهبي وطائفي. وبالتأكيد هذا الأداء يرضي المحتل الأمريكي، وهو ما يريده منهم. وهنا لابد من التذكير بمراحل الانسداد السياسي الذي مر به العراق منذ 19 عاما. أولا، إدارة الدولة وتشكيل مؤسساتها على أسس طائفية بعيدا عن المهنية والكفاءة، واعتماد المواطنة كهوية أساسية بدل الهويات الفرعية مثل الطائفية والعرقية. اثنين، تأسيس الأحزاب الحاكمة على أسس طائفية وعرقية، وآخرها على أسس قبلية مناطقية، ولكل حزب هناك من يدعمه من القوى الخارجية، ومقابل هذا الدعم يكون هذا الحزب رهينة للجهة الداعمة له، سيما أن أغلب الأحزاب الحاكمة قد تأسست في إيران ولها تأثير كبير على قيادة هذه الأحزاب، بل هي من تتحكم بهم. الكاتب يضيف: الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراقي والعراق منذ 2003 وليس الآن، وسوف يستمر الانسداد إلى أن تستبدل هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي أذاقت الشعب العراقي الويل بسبب طائفيتها وفسادها وسوء إدارتها للدولة. ولا يمكن لعاقل أن يصدق بأن المحتل جاء يمنحنا الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، فلو أنتجت هذه العملية السياسية حكومة وطنية
تهتم بالشعب وحريصة كل الحرص على المال العام وغير مهتمة إطلاقا بالفساد، فإن أمريكا وإيران أول من ينقلب عليها ويزج بهذه الحكومة وأعضائها في السجون وفق رأي الكاتب. ننتقل إلى المدى. يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى في عام 1965، قرر رئيس وزراء ماليزيا آنذاك تونكو عبد الرحمن أن يطرد سنغافورة من الاتحاد الماليزي. في ذلك الوقت سأل أحد الصحفيين رئيس وزراء سنغافورة ماذا سيفعل وكانت الجزيرة بلا موارد تجارية ولا طبيعية، حيث أجاب لي كوان: نشكل حكومة نظيفة وسنحرص على إخضاع كل دولار من الإيرادات العامة للمساءلة والتأكد من أنه سيصل إلى المستحقين من القاعدة الشعبية، حيث يقارن الكاتب حال سنغافورة بحال العراق لو امتلك حكومة نظيفة بعد عام 2003. سيقول البعض: يا رجل، ما لك تعيد وتزيد في حكاية سنغافورة ولا تريد أن تلاحق المثير وتلقي الضوء على ما يجري من مهازل في هذه البلاد؟ تترك باسم خشان ولعبة اليد جري وراء المحكمة وتتحدث عن بلاد لا تحترم القانون وليس عندها محكمة اتحادية مثلنا. لا نزال كل يوم نباهي الأمم بقراراتها، مرة قرار ثوري عن الكتلة الأكبر، ومرات تدهشنا باختراعها الثلث المعطل، ولا ندري ماذا تخبئ لنا المحكمة الاتحادية من مفاجآت. مات لي كوان بعد أن ترك وراءه بلادا صغيرة لكنها تنعم بالاستقرار والرفاهية وبمنافسة كبرى مع الدول على المراكز الأولى في سعادة الإنسان، والأهم أصر على تأسيس نظام حكم الأكفاء الذي يبدأ من رياض الأطفال إلى الجامعة وما بعدها، ما يفضي لخلق النخبة الإدارية والسياسية. أما نحن يا سادة فلا نزال نستمع إلى الأخبار الصادرة من البرلمان والتي بشرتنا أن أعضاء اللجنة المالية في البرلمان جميعهم من كبار خبراء الاقتصاد، بدءا بحسن الكعبي وليس انتهاءا بمشعان الجبوري. يضيف الكاتب أن من أبرز الأخطاء التي ترتكبها القوى السياسية في هذه البلاد المغلوبة على أمرها أنها لا تريد أن تخرج من عباءة المصلحة الشخصية، ولهذا ظلت جميع بلا استثناء طوال الوقت يصرون على أن لهم الحق وحدهم في إطلاق سراح العملية السياسية. ننتقل إلى كتابات. يتساءل الكاتب باسل عباس خضير في مقال نشره موقع كتابات: أين تذهب مليارات العراقيين؟ وذلك بعد إعلان رسمي بأن مجموع المتحقق من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ أكثر من 27 مليار دولار، وبالعراقي يعني أكثر من 39 تريليون دينار. الغريب في الأمر أن وزارة النفط التي تعرض إحصاءاتها بشفافية كل شهر قد أشارت بأن الإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي تعد أعلى ما حققته الوزارة من إيرادات بيع النفط منذ عام 1972. وبلغة الأرقام أيضا، فإن معدل دخل الفرد العراقي الواحد من إيرادات شهر آذار من نفط الجنوب وكركوك فقط، وبمعزل عن الهدر والسرقات والفساد والتهريب وليس من مجموع إيرادات الدولة، بلغ 268 دولارا شهريا. وعلى فرض دقة آخر التقديرات لوزارة التخطيط التي تفيد بأن العدد الحالي لسكان العراق هو 41 مليون نسمة، فإن هذا الرقم 268 يدعو للسؤال أيضا: إذا كان بلدنا يتمتع بهذه الخيرات، فلماذا خصصت الحكومة منحة غلاء العيش للفقراء ومحدودي ومعدومي الدخل ولشهر واحد فقط،
بمقدار 67 دولاراً أي ما يعادل 100,000 دينار، وهي تعلم بكل تفاصيل ما يدخل للشعب من إيرادات وخيرات. وإذا كانت الدولة قد لجأت من باب الاضطرار في حينها لتخفيض سعر صرف الدينار الوطني مقابل الدولار الأجنبي والذي حقق لها إيرادات بمقدار 12 مليار دولار، والتي تحققت خلال الثلاثة أشهر الماضية بفارق الأسعار، فلماذا لا تعيد النظر بأسعار الصرف نظراً لزوال الأسباب لإيقاف ما سببته من اضطرابات في الأسواق وارتفاع بأسعار السلع والخدمات وغيرها من التداعيات؟ وهناك من يسأل أيضاً، إذا كانت الإيرادات المتحققة هذه الفترة هي الأعلى منذ 1972، فهل إن ما تعيشه الأكثرية اليوم هي الأفضل خلال تلك السنوات؟ يقول الكاتب إن الشعب ينظر وينتظر منقذاً لتحويل أموال النفط إلى تنمية ومشاريع وخدمات توفر له رغيف الخبز. أقرأ في صحيفة الشرق القطرية قبل أيام قليلة من انتخابات فرنسا الرئاسية، وفي مؤتمر صحفي بباريس يبدو عادياً، فاجأ الرئيس المنتهي عهدته والمرشح لعهدة ثانية إيمانويل ماكرون الرأي العام بتصريح خطير جاء نصه: يجب أن نعترف بحقيقة ليس منها مناص، وهي أن هيمنة الغرب الأبيض المسيحي على العالم انتهت. حول هذا التصريح كتب أحمد الأقديدي مقالاً في صحيفة الشرق القطرية. استمرت أمريكا تقود العالم كقطب أوحد، حيث لم يشك أحد في تفوقها التكنولوجي والاقتصادي ثم العسكري، إلى أن بدأت تتأسس قوى أخرى وافدة، أولها التنين الصيني الذي استيقظ على رأي المفكر الفرنسي ألان بريفيت، كما يستيقظ المارد من فانوس علاء الدين السحري في ملحمة ألف ليلة وليلة. ونشأت قوة الصين أولاً كعملاق شيوعي، ثم كوحش ليبرالي الرأسمالي يأكل جميع الأسواق العالمية ويغرقها ببضاعات متنوعة وبخسة الأثمان. تزاحم كل صناعات الأمم الأخرى، من الإبرة لحاملة الطائرات ومن اللعبة إلى البواخر العابرة للقارات. أما القوة الثانية الصاعدة فهي طبعا روسيا، التي يريد بوتين استعادة أمجادها القيصرية منذ توليه السلطة قبل 20 سنة، وابن المؤسسة السوفيتية تربى وترعرع في أحضان الكي جي بي، وابن بوريس يلتسين المغامر الذي ضرب البرلمان بالمدفعية حين خاف الانقلاب الدستوري عليه بداية التسعينيات. وطلعت في التجارة الدولية كل من الهند والبرازيل، وفرضت نفسها دول أصغر لم يقرأ لها الخبراء حسابا أمثال تركيا وأندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وإيران وسنغافورة. جاءت الحرب الأوكرانية لتذكر الغافلين أن لهذه الخارطة الجديدة حدودا حمراء لا يجوز تجاوزها إطلاقا بيسر وبنفاق وبدبلوماسية الخديعة. ولعلكم تسألون، ونحن العرب ما مصيرنا وما وزننا في هذه الخارطة الجديدة؟ والجواب هو أن نخبنا مطالبة من قبل شعوبنا بأن تتجاوز أحقادها الأيديولوجية لتواجه العالم بدول قوية ذات مؤسسات منتخبة وممثلة لكل مواطنيها، وهو الخيار الأوحد. وعكس هذا سيؤدي بالعرب إلى هامش التاريخ وخارج الحضارة بحسب الكاتب. جاء في عربي 21 عن حظوظ الوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا، كتب علي حسين باكير مقالا في موقع عربي 21، نستمع إلى جزء منه. دفعت تركيا باتجاه الوساطة منذ بداية الأزمة، ورفضت الالتحاق بالعقوبات الغربية ضد موسكو،
لكنها قامت باستخدام حقها في تقييد التحرك العسكري الروسي عبر المضائق التركية باتجاه البحر الأسود بالاستناد إلى ما تتيحه لها اتفاقية مونترو، ثم قامت بإرسال المزيد من المسيرات القتالية إلى أوكرانيا، وهي مسيرات أحدثت فارقا في المواجهة بين موسكو وكييف ورفعت من حجم الخسائر البشرية والعسكرية الروسية بشكل كبير. تؤكد هذه الخطوات على أن تركيا ليست مجرد تابع للغرب، وأن لها حسابات قد تكون مختلفة، وأن على الجميع مراعاة واحترام مصالحها. في المقابل، أتاحت هذه السياسة لتركيا الإبقاء على مسافة معقولة من روسيا وعلى تجنب تداعيات فرض أي عقوبات محتملة عليها، كما أنها أتاحت إبقاء الأمل في أن تلعب تركيا دور الوسيط في الأزمة. في بداية الحرب تجاهلت روسيا الدعوات التركية تماماً وأصرت على أن تكون بيلاروسيا الدولة التي تدور في فلك موسكو مكاناً للمفاوضات مع أوكرانيا، ما أن بدأت روسيا تغرق في أوكرانيا حتى تبدلت حساباتها وتقلصت أهدافها العسكرية، وبدأ أن موسكو تبحث عن سلم للنزول من أعلى الشجرة التي صعدت عليها. لا مناص، يضيف الكاتب، تفترض هذه الظروف أن ما يتم البحث عنه هو تسوية تحفظ ماء وجه روسيا وتضمن لأوكرانيا أمنها، تسوية تستطيع كل من موسكو وكييف تسويقها لدى جمهور كل منهما على أنها انتصار وعلى أنها تخدم الهدف النهائي لكل منها، حيث هناك حالة واحدة فقط تستطيع أن ترفع من حظوظ الجهود التركية في التوصل إلى مثل هذه التسوية، وهي تعثر روسيا داخل أوكرانيا وإبقاء الضغط قائما على موسكو خلال المفاوضات. قال صحيفة الاندبندنت البريطانية إن روسيا خائفة من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى نقطة تحول مهمة على الرغم من صعوبة تأكيد ذلك في الوقت الحالي. روسيا قامت بخطوات جديدة حيث ابتعدت عن العاصمة كييف وركزت أكثر على الشرق، بالإضافة إلى أنها أمرت قواتها بمغادرة محطة تشيرنوبيل النووية، واتفقت مع أوكرانيا على إجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول المدمر، ونوهت إلى أن روسيا تفاجأت بقوة الأوكرانيين، مضيفة أن موسكو أساءت بشكل فادح تقدير كفاءة القوات الأوكرانية ورغبة الأوكرانيين في الكفاح من أجل الحفاظ على استقلالهم. وقالت: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه ضغوطا في الداخل والخارج، لذلك فهو بحاجة إلى مخرج سريع، لكن ليست هذه كل القصة. إن مجريات الغزو الروسي لأوكرانيا ليست واضحة في الكثير من الأحيان، منوهة إلى أن بوتين لو كان ينوي السيطرة على كل أوكرانيا لكان استخدم كل القوات العسكرية لتحقيق ذلك. وقالت متسائلة: هل تمكنت أوكرانيا فعلاً من صد القوة الجوية لروسيا؟ ولماذا لم تحاول روسيا وقف الإمدادات العسكرية الغربية التي لا تزال تصل إلى أوكرانيا؟ ونبهت الصحيفة إلى أن روسيا تشعر بالخوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، منوهة إلى أن الناتو قام بتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية وقدم لها معلومات استخباراتية حساسة. وتعتقد الصحيفة أن عدوان روسيا يعكس في الواقع خوفها على أمنها في مواجهة غرب معاد وأكثر قوة. وبعيدا عن السياسة، في خبرنا اليوم، طرد المرشح اليميني بالأحرى المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيريك زومور ومجموعة من أنصاره من صالة لكرة القدم في مارسيليا، والذي يملكه اللاعب المعروف زين الدين زيدان ويديره شقيقه.
وبينما كان زومر يتبادل بعض الكرات مع الحاضرين، تدخل نور الدين زيدان وطلب منه المغادرة فورا. وعلى ما يبدو فإن الصالة تم حجزها من قبل أحد نشطاء حزب زومر، والذي يعد من زبائن المكان، لكن هذا الأخير لم يبلغ المسؤولين في المجمع أن الحجز ضمن تجمع انتخابي مع وجود الكاميرات كذلك، وهو ما أثار حفيظة نور الدين زيدان. وتلا خطوة الطرد هذه لحظة من التوتر في المكان، حيث ظهر شقيق أسطورة كرة القدم غاضبا بشكل واضح، واحتدمت المشاحنات بينه وبين أعضاء فريق زومر. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكرا لكم وإلى اللقاء.